انا وليت لكم نهار الباندا. السلام عليكم حناناتي، والصلاه والسلام على رسول الله. كرحب بكم من جديد على قناه ابداعات مهدي نواعم للزينوشات، وكنتمنى تكونوا باحسن الاحوال يا رب. بنشكركم الغزلات ديالي على تعليقاتكم الاكثر من رائعه والمشجعه، واللي انا حستها نابعه من القلب لهلا. يخطيكم عليه الغزلات ديالي، وشكرا على دعواتكم. امين يا رب، ولكنا بالمثل هلا يخطي. اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا وصفه رائعه جدا جدا خاصه بالهالات السوداء، البنات اللي عندهم المشكله ديال الهالات السوداء وكذلك الانتفاخ حول العينين. فغادي نلقى لكم الحل لكل هاد المشاكل. وهاد الوصفه كذلك عندها واحد الميزه، انها كتجبد لينا ديك الجزئيه اللي كتكون حول العين، خصوصا البنات اللي كيكونوا عندهم التجاعيد. فطريقتها جد جد بسيطه، كتكون من جوج ديال المراحل. فالمهم راها يعني معتمده عندي واحد الحاجه اللي هي فنه بزاف. فغادي نحتاجوا الى في المرحله الاولى غادي نحتاج الى جوج ديال المكونات. اول حاجه غادي نجيب واحد الاناء، وغادي نحتاج الى القهوه. شوفوا يا البنات، هنا انا وضعه هنايا القهوه. طبعا هذا النوع هذا ديال القهوه جيبوها، جيبوا هذا النوع ديال القهوه اللي كتكون بحال هكذا مطحونه مزيان، شفتوها معايا؟ لان الاخرى اللي كتجيبوها من عند العطار مرات ما كتكونش مطحونه مزيان. فكنفضل انكم تجيبوا القهوه اللي كتكون مطحونه وما يكونوش عليها ابدا ابدا اي اضافات الغزالات ديالي، لان الا عليها اضافات بحال الهيل مثلا ولا الزنجبيل، فهذيك المنطقه ديال الهالات السوداء راه حساسه بزاف. وغنستعملوا عسل النحل. طبعا عسل النحل ما يكونش عسل مزور. جيبوا يا البنات مثلا ديال الورد، العسل ديال الورد كيكون رخيص. جيبوا العسل ديال البرتقال، حتى هو كيكون رخيص وكيكون يعني حاجه طبيعيه 100%. فما تستعملوش هذاك العسل الاخر، ما تشوفوش هذا سميتها هكا ويحسب لكم واش هذا الاخر. راه هذا راه عسل الورد، هذا كيتباع هنايا في لي سوبر مارشي، فيما مشيتو غادي تلقاوه. ما عرفتش الصراحه واش كيتباع بحال هكا العسل الحر في المغرب ولا لا، كاين هذا راه حر ديال الورد، وسبحان الله الريحه ديال الورد راها عاطيه. فغادي نحتاج واحد ملعقه بحال هكا كما كتشوفوا معايا، فالقهوة راه معروف عليها انها كتحفز لنا الخلايا على انتاج الكولاجين، وكذلك انها كتعطي شبابية سبحان الله للبشرة. فهذه الوصفة زوينة، بامكانكم تصاوبوها وتحتفظوا بها. طبعا انا راني ما غادي شرميها، الا بقات ليا راني ما غادي شرميها، لان اصلا هذه الوصفة غادي تحتاجي فيها يا الغزال غي واحد واش اسمها، غادي تحتاجي منها غي واحد المسحة، ما غاديش نقول خفيفه لان انا كنبغيها تكون ديك الطبقه اللي كتكون غليظه. شفتوا معايا راه كنخدم يا البنات بهادو بهاد المعالق هادو، يا اما بلاستيك يا اما خشب، سيميو انه يكون خشب لان العسل ما كيبغيش اننا نخدموه بشي حاجه ماشي بحال احسن حاجه يعني نخدموه بالخشب كما كتشوفوا معايا. هذا هو الخليط يا فتيات، هذه هي المرحله الاولى. وهاد الوصفه هذه غادي نحاول انني نطبقها، لان كما كتشوفوا راه شاده راسها، مي الوصفه الثانيه ما غاديش نقدر. غنقول لكم علاش. المهم خليكم معايا الغزالات ديالي باش تشوفوا الطريقه ديال التطبيق وشحال ديال المده، وكذلك البنات اللي كيبغيو انهم يشوفوني وانا حاطه الحاجه على وجهي باش يتاكدوا اكثر واكثر. مرحبا بكم الغزال. انا وليت لكم نهار الباندا. غادي نخلي هاد الوصفه لمده تقريبا 30 دقيقه، غنخليها بحال هكا. طبعا ما غاديش نبقاو كاع بحال هكا، طبعا خصنا نتكاو ضروري البنات، خاصكم تكاو عليا. قلت لكم راه صعيب انني نجربها معكم. طبعا خاصنا نتكاو ونسترخي، واللي عندها شي وليدات تميك عليهم. فما خصكيش دير هاد الوصفه وانت مع الصباطر ولا كسايليا مع راسك. فغنخليها لمده 30 دقيقه، ثم غادي نحاول انني نمسحها غير بماء يكون دافئ، ماء يكون دافئ بهذوك القطنات اللي كيكونوا مدورين بحال هكذا. ثم غادي تشوفوا معايا الحاجه الاخرى اللي غادي نطبقها. طبعا الشكل ديالي او بيخرع. رجعت معكم الغزالات ديالي. فالحاجه المواليه اللي غادي نديروها بعد ما غنغسلو الوجه ديالنا، كما قلت لكم ماشي غادي نغسلو، غادي ناخذ قطنات بحال هادو. هما يا البنات بحال هكا كيكونوا هاد القطنات اللي كيكونوا دائريين بحال هكا، وكنديروا ليها ماء فاتر وكنحيدوا هاد
القهوه اللي كنا المزيج هذا اللي كنا درناه، وطبعا هذه البقيه هذه اللي بقات ليا فغادي نحتفظ بها في واحد في اي علبه وتكون خارج الثلاجه، ما تحتفظيش بها في الثلاجه، وبامكانك تستعملها يا الغزال بشكل يومي، فهي رائعه جدا واكيد غادي تشوفي النتائج من الاستعمال الاول. ودائما قلت لكم الاستعمال الاول، راني ما كنكذبش عليكم، راه من الاستعمال الاول فعلا فعلا غادي تلاحظي الفرق. وكنصحكم انكم تبقاو تشربوا الماء بزاف، وخصوصا البنات اللي كيسهروا حاولوا ما تسهروش على الغزالات ديالي، رغم انه كما كيقولوا بابي النجار مخلوع. انا مؤخرا في هاد يعني القعده ديال الدار وهكا وليت كنسهر، مي عاده انا ما كنسهرش، يعني ما بقيتش كنسهر، كنت صراحه كنسهر. ف من بعد اش غادي ندير؟ غادي نجيب زيت جوز الهند، طبعا راها كتكون بحال هكذا. طبعا انا ديجا درت هاد الخطوه هادي، غير وكان داك الزيف عصبني، ما بغاش البنات يتقاد ليا ونيست كاع. المهم بحال هكا، وغادي تدهني وكذا تسحبي الفوق، فهمتي؟ ماشي تبقاي تدهني عوينات هكا وتسحبي لتحت، لا اسحبي الفوق بحال هكذا، وخلي عويناتك يرتاحوا واحد شويه في انتظار انك تصاوبي هذه الحاجه الاخرى اللي غنوريكم. فغادي نحتاج الى الشاي، ها هو غادي نجيبوا اي نوع من الشاي متوفر عندكم، اتاي كما كان الشاي المتوفر عندكم احمر اخضر اللي كان بحال هكا، وغادي نوضعوه في اي اناء المهم، وغادي يتغلى وغادي ناخذو منو شنو. انت استعملي غير ديك شويه اللي غتستعملي في ديك المره، لان هذا ما خصوش يبقى لتاني يوم. ثم شوفي معايا غادي تحصلي على الشاي بحال هكذا، غادي تصفيه من هذاك الماء ديالو، وطبعا غادي تكوني مسترخيه يا حبيبه قلبي. تخيلوا هاد البلاصه هذه هي الهاله السوداء اللي عندك، فغادي توضعي بهذه الطريقه هكا بكل حب ورفق وحنين بحال هكذا، شتي الغزال ديالي، وتكوني كما قلت لك مرولاكسيه. واللي عندها شي وليدات اتكلموا وعطيهم شي حاجه ما يديروا قبل ما تمشي ديري هذه الوصفه، لان هذه الوصفه كتبغيك تنعسي على ظهرك وترولاكسي، وما تهضري ليا لا في واتساب لا حتى حاجه. حاولوا دائما الغزالات ديالي الوقت اللي غتستعملوا فيه الوصفات ديالكم ماشي مثلا ندير الوصفه ونهضر، ندير حاولوا الوقت ديال الوصفات مزيان انه نطلس على وجهينا ونديروا شغالات الدار وكا. مي لا كاينين بعض الوصفات خاصك تكوني فيهم مسترخيه، بحال الوصفات ديال التجاعيد، بحال الوصفات هادو ديال الهالات السوداء. المهم غادي تخلي هذه كذلك واحد تقريبا 10 دقائق فهي تكفي. ثم غادي تمسحي ليا ديك البليصه بالقطن، يكون عليه ماء فاتر ومسحة خفيفة جدا من زيت جوز الهند، او مسحة خفيفة من اشو سميتو زيت اللوز الحلو، او زيت الفيتامين او كما كتشوفوا معايا. طبعا علاش كنقول لكم انا مسحه خفيفه مسحه خفيفه؟ حيت هذيك البلاصه سهل انها تمتص الدهون، سبحان الله ديك البلاصه ديال الهالات السوداء تمتص الدهون بواحد الطريقه رهيبه رهيبه جدا، لهذا الا امتصت لكم الدهون فغيوليو عندكم دوك الجيوب الدهنيه، وحنا بغينا نحيدو الهالات السوداء ما بغيناش هاد الجيوب الدهنيه. وواحد الوصفه ها هي غادي نجيبها لكم، اين هي؟ والله ما عرفتش اختي دابا عليها الاستيلاء، اين انت يا وصفتي؟ فين هي الوصفه ديالي؟ ايوا مع العطله دابا الكابوس الدوره هي اللي ساتيني. ها هي يا البنات، هذه كتبقى عندي دائما في الفريكو، شفتوها؟ راني سبق وصوبتها معاكم، شفتوها؟ هذه كنجيبها الرق كنقطعها بحال هكذا، انا طبعا هذه غادي نستعملها بعد ما نستعمل هذه ديال الشاي، غادي نستعملها الغزالات ديالي، شفتوها معايا؟ شفتو ها هي، واخا تحطي وحده على وحده راه ما كيتلاصقوش، شفتيها هكا طك، وغادي تحطيها في البلاصه ديال تحت العينين. غتقولي لي شنو هي هذه الوصفه؟ غادي تلقاوها، هي اخر وصفه صوبتها معاكم، والريحه ديالها يا سلام يا سلام، يا كذلك راه فيها القهوه ولكن مكونات اخرى مختلفه خالص خالص. هذه كنحتفظ بها في الفريغو، بامكانك بعد ما تستعمليها تحتفظي بها في الفريغو مره اخرى، يعني تستعمليها جوج ديال المرات. هذه مني ما كتكونش عندك الوقت انك تصاوبي الوصفه وشتي لي السغن يعني محيحين عليك. فهادو هما وصفاتنا لليوم، ونحب نعطيكم نصائح يا البنات، عافاكم بقاو تشربوا الماء، واللي عندها هاد الهالات وراثيه يعني راه ما عند الوصفات ما يديروا ليك، باش انا ما نكذبش عليك، ما الا ما عندكش الهالات وراثيه
راه هاد الوصفه غادي تقضي معاك، حتى في حاله ما كانت الهالات وراثيه غير غادي تخفيها بهاد الوصفات الطبيعيه. الا عندكم الغزالات ديالي اي تساؤل او اي اقتراح كالعاده ما تردكم الا انا ميلكم تتولي تحت ان شاء الله بالتعليقات، وتبارطاجيو الفيديو باش الكل يستفيد معنا وتعم الفائده. وما تنساونيش الغزالات ديالي بشي دعوه ديال الخير، وترحموا لي على الوالده، وتابعوني على مجموعه قنواتي سواء مافي تي في اللي كنناقشوا فيها كاع المواضيع النسائيه، وكنعمل فيها بث طبعا كنديروا كل ليله، من مؤخرا مابقيتش كنديروا كل ليله، غادي نرجع كنوعدكم عاوتاني، لان كنناقشوا فيها كاع المواضيع الخاصه بالنساء حتى المواضيع المحرجه، وما غتخرجي الا وانت لاقيه الحل الى المشكله ديالك، لان ماشي غير انا اللي كنعطي الراي ديالي، كاع البنات اللي في البث كيعطيو الراي ديالهم. وكذلك مرحبا بكم على قناتنا الامازيغيه تيتريتنسوس بيوتي، اللي هي قناه بالامازيغيه طبعا، تيا فيها بزاف ديال المواضيع وفيها الوصفات، يعني قنواتي سبحان الله قناه تختلف على الاخرى، ماشي نفس الموضوع ماشي نفس الحاجة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.